زميلنا العزيز فاروق صلاح من ارض الملعب ينقل لنا ماذا يدور، الجمهور شكله عامل ازاي، الاحداث شكلها عامله ازاي، كيف كان استقبال جماهير النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي، شكل الفرقه في التسخين عامله ازاي. فاروق اتفضل يا فاروق. كابتن شوبير من جديد بجد، تحيه بيك يا كابتن شوبير وبكباتن مصر الكابتن محسن صالح، الكابتن هاني رمزي، الكابتن اسامه حسني وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء حماسيه مميزه هنا في استاد محمد بن زايد. السوبر يا اهلي، اول هتاف سمعوا جمهور لاعبي النادي الاهلي لدى وصولهم لارض الملعب، الهتاف من الجمهور على لاعبي النادي الاهلي بالكامل، كل اللاعبين توجهوا لتحيه جمهور النادي الاهلي. السوبر يا اهلي هتاف بيدوي هنا في استاد محمد بن زايد، يا رب تكمل على خير. عايز اقول لك اجواء الجمهور، جمهور النادي الاهلي بيملا الجنبات، اعتقد يعني حتى الان نسبه تواجد جمهور النادي الاهلي اكتر بكتير من جانب جمهور نادي الزمالك. مستر كولر كلامه الاخير اللي بناكد عليه في المحاضره الفنيه، فرحوا الجمهور اللي جاي عشانكم، فرحوا يعني فرحوا كل فرد سواء هنا في الامارات او في مصر، فرحوا كل الجمهور. انا عندي حاله من التعطش ان احنا نرجع نقف على منصه التتويج بعد الاخفاق الاخير في السوبر الافريقي، امور مهمه جدا اكد عليها في المحاضره الاخيره، اكد على الكرات الثابته، اكد على التسديد من خارج منطقه الجزاء، اعتقد امور مهمه جدا مستر كولر اكد عليها. عايز اقول لك ان الكابتن محمد هاني واحد من كباتن النادي الاهلي كان حريص ان يكون موجود مع اللاعبين، بيشد من اظهر اللاعبين، وجوده يعني ادى حاله من الثقه والسعاده لدى اللاعبين. عايز اقول لك كمان يا كابتن شوبير بالامس يعني حضرتك كنت انفردت من خلال قناه النادي الاهلي ان هيتم بالفعل تعديلات على تشكيل النادي الاهلي، وده بناكد عليه واكد عليه طبعا مستر مارسيل كولر مع اعلانه لتشكيل النادي الاهلي، وفي تعديلات تمت على نفس السياق يا كابتن شوبير. اتكلمنا بالامس على تشكيل نادي الزمالك وثنائيه زياد كمال ومحمد شحاته، وقلنا مع حضرتك ان في مفاضله بالنسبه لمستر جوزيه جوميز يلعب واحد منهم او بيلعب بالاثنين. اللي عايز اكد على حضرتك ان مهام ناصر ماهر هيكون كجناح هجومي ايسر طبعا، واحمد مصطفى زيزو في الجناح الهجومي الايمن. الاغاني المصريه هنا والهتاف من جانب جمهور الاهلي من جانب جمهور الزمالك. مستر كولر نزل لارض الملعب، تفحص ارض الملعب وشاف ارض الملعب، الامر اللي دايما بيشيد بيه منذ اول مباراه امس امام سيراميكا وبالامس في التدريب وايضا اليوم. اجواء مهمه مميزه جدا، درجه الحراره كابتن شوبير زي ما قلت لحضرتك دلوقتي بتتكلم في 30 درجه مئويه، الجو احسن بكتير من يعني من الساعات اللي الماضيه. يا رب تكمل على خير يا رب السوبر ال 15 ان شاء الله يكون اهلاوي يا كابتن شوبير. انا موجود مع حضرتك طبعا يا كابتن شوبير لو في اي استفسار او اي تساؤل. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، ولو عندك حاجة سريعا تكون موجود معانا. الصورة دائما وأبدا لما بتكون لايف من أرض الملعب بيكون لها دور كبير جدا في المصداقية والإقناع بالنسبة للسادة المشاهدين.